صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا قل صدق الله ومن أصدق من الله حديثا اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نحمدك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وخالقنا ورازقنا صل وسلم على حبيبك محمد ولا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا خذلته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا طالب علم إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين في كل زمان ومكان يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وديارنا وأهلينا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن مع إخوتنا المظلومين المنكوبين في كل مكان اللهم اجبر كسرهم تول أمرهم ارحم شهداءهم عاف جرحاهم فك أسراهم اللهم كن مع إخوتنا المرابطين في المسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم إنا نجعلهم في أمنك وأمانك وكنفك ورعايتك وحفظك وسلامتك اللهم أيدهم بجند من عندك ونصر عاجل غير آجل يا رب العالمين اللهم واحفظ المسجد الأقصى من عبث العابثين وخيانة الخائنين اللهم واجعله
عزيزا شامخا إلى يوم الدين. ونسألك يا الله في صلاة قبل الممات، وقد تخلص من رجس الصهاينة ودنسهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من آذى المسلمين وقتلهم وخانهم وشردهم يا قوي يا عزيز. اللهم دمهم تدميرا، اللهم فرق جمعهم، شتت شملهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم اقلب صحتهم سقما، وغناهم فقرا، وقوتهم ضعفا، وعزهم ذلا، وأمنهم خوفا. اللهم يا منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، اهزم أعداء الملة والدين في كل مكان وزمان يا قوي يا عزيز. اللهم أرح المسلمين من حكام طغاة ظالمين. اللهم أرح المسلمين من حكام طغاة ظالمين. اللهم وأرحنا من الأئمة المضللين. اللهم أرحنا من شرهم أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وارزقنا عيشة السعداء، وميتة الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل اللهم خير أعمالنا أواخرها. اللهم واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم واجعلنا من أهل المزيد. اللهم واجعلنا من أهل المزيد يا رب العالمين. اللهم واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة معك لن تبور. وكن لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تواب رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وأعتق رقابنا من النار. اللهم وأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين جميعا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة.
النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم واعد علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وقد تحقق للأمة الإسلامية ما تصبو إليه من خير وعز ورفعة ومنعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وارحم لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا. اللهم وآنس وحشتنا في القبور واجعلها رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا. اللهم ارزقهم الفقه في الدين والعلم يا رب العالمين. اللهم واعد لهذه الأمة النائمة صحوتها وأيقظ الإيمان في قلوب أبنائها واجعل الجهاد رايتها والاستشهاد رايتها يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا يا من قلت في كتابك الكريم أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقلت يا أعز من قائل سبحانك أمن يجيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقلت يا ذا الجلال والإكرام ادعوني أستجب لكم يا قريب يا الله يا مجيب دعوى المضطرين يا فيرجى يا الله. ها نحن عبادك قد أنخنا مطايانا ببابك ولذنا بجنابك فلا تطردنا عن باب رحمتك خائمين. فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان فلا تردنا من الخائمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك
وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، ما صلى عليه الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وصل على محمد وعلى الآل والصحب الأخيار، وصل عليهم يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.